أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. تحظى قضية التغيرات المناخية بأهمية أولية على الساحة الدولية، وأصبحت تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال المؤتمرات والقمم الدولية. وفرضت قضية التغيرات المناخية نفسها كقضية رئيسية، خاصة في أعقاب حرائق غابات الأمازون، وتعتبر الدول الصناعية الكبرى الأطراف الرئيسية المسببة للتغير المناخي من خلال الانبعاثات الناجمة عن الاعتماد على الوقود الإحفوري كمصدر رئيسي للطاقة. وأصبح لزاما على دول العالم التعاون لبذل الجهود لمواجهة التغيرات المناخية. ومن جانبهم أكدت مصر والولايات المتحدة على أهمية حشد تمويل المناخ من كل المصادر على نحو يحقق اتفاق باريس. ومن هذا المنطلق تستضيف مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وقد انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وفقا لأولوياتها خلال الفترة المقبلة واستعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. حول استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر يدور حوارنا اليوم مع الأستاذ الدكتور وحيد محمود، أستاذ البيئة بجامعة عين شمس. برحب بحضرتك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. سادة حضرتك، نتابع هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا. إيمانا منها بخطورة التغيرات المناخية وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على إيجاد آليات فاعلة للحد من آثارها السلبية، تواصل مصر استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 نوفمبر المقبل. بالتزامن مع انعقاد المؤتمر هذا العام، قطعت مصر شوطا كبيرا في الحد من تداعيات الآثار السلبية للمناخ، حيث تعتبر مصر من أول الدول التي اعتمدت استراتيجيات للحد من الآثار المناخية السلبية بعد أن أعلنت خلال القمة 26 عن استراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050. كما خصصت مصر نحو 8000 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصبحت تملك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الشمس والرياح في المنطقة، وذلك إلى جانب أنها عملت منذ 2016 على توصيل الغاز الطبيعي لنحو 13 مليون وحدة سكنية وتحويل أكثر من 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما يتم حاليا استخدام الغاز الطبيعي فيما يقرب من 90% من محطات توليد الكهرباء، فضلا عن استهداف توليد 42% من الكهرباء عام 2030. أكرر الترحيب بالضيف الكريم والعزيز الأستاذ الدكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس. دكتور، يعني هو الصح أن احنا نقول التغيرات المناخية أم هي التطورات المناخية؟ التعبير الصحيح إيه في الموضوع ده؟ هو التغير مناخي مش تطور مناخي. التطور بيبقى إما بزيادة أو بنقصان، ولكن التغير اللي موجود معانا هنا هو لأوجه متعددة، ولكن الوجه الأساسي اللي سائد فيه اللي هي ارتفاع درجات الحرارة اللي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري اللي موجودة على سطح الأرض. فإحنا بنجد إن الغازات بتزيد ومقابل لها على طول في زيادة مستمرة في درجات الحرارة تخطط المأمول. يعني احنا كنا بنتكلم ان درجة حرارة سطح الارض، متوسط درجة حرارة سطح الارض اللي سيادتك عايش عليها بتمشي عليها، النبات موجود فيها وبلك في العالم كله 15 درجة. النهاردة انت وصلت درجة واتنين من عشرة زيادة، بقيت 16.2. احيانا تبدو 16.2 النهاردة درجة الحرارة بتاعتنا ممكن تبقى 37، بالليل تبقى 26. احنا بنتكلم في 20 درجة فرق ما بين النهار والليل في يوم واحد. احنا ما بنقصدش درجة حرارة الجو. درجة حرارة الجو ده شق تاني، احنا اللي بنتكلم عليه درجة حرارة اللي تقيم صلب الحياة على الارض اللي هي 15. وبالتالي العالم كله مش عايزها تطلع عن 1.5 درجة.
يعني احنا لغاية 2030 عينينا على ان احنا ما نزيدش عن 16.5 درجة، عندنا 3 من 10 درجة دلوقتي ناقصة. مفروض في ال8 سنين اللي جايين نحاول ما نوصلش ليهم. طب لو وصلنا ليهم هتبقى مشكلة للحياة كلها على الأرض، ودي هنتكلم عليها مع بعض. طب هنا سؤال يستتبع السؤال، هل هناك تلاعب مقصود بحالة المناخ ده من قبل الدول الكبرى اللي هي يعني أفسدت البيئة؟ ما نقدرش نقول الكلام ده، ولكن نقدر نقول ان الثورة الصناعية 1850 اما ابتدت بأول الاختراعات بتاعتها اللي هي الآلة اللي بتشتغل كانت بالفحم وبالك زي البخارية، ابتدت الانبعاثات اللي تطلع من عملية حرق الفحم، وبعد كده الوقود الأحفوري بأنواعه المختلفة حتى وصلنا للغاز الطبيعي، دي كلها ما كناش مدركين ان السرعة الكبيرة في النمو الصناعي اللي موجود والأنشطة البشرية المصاحبة ليها حتؤدي الى هذه الظاهرة اللي احنا بنطلق عليها ظاهرة الاحتباس الحراري. كويس، احنا وصلنا لحد التشبع. ليه حد التشبع؟ ربنا خالق البيئة دي في حالة اتزان، وده من نعمه سبحانه وتعالى. كويس، يعني ايه في حالة اتزان؟ يعني على قد ما بيطلع من ملوثات على قد ما الطبيعة تقدر تبتلع هذه الملوثات وتخلصنا منها. تخلصنا، مش احنا اللي هنبلعها، لا ده الطبيعة اللي تبلعها. طب تبلعها ازاي؟ عن طريق حاجتين، عن طريق البحار والمحيطات، وعن طريق البلوعة الكبيرة اللي هي الأشجار والغابات اللي هي كل ما هو أخضر موجود على سطح الأرض. هم دول اللي بيمتصوا غاز ثاني أكسيد الكربون، قص المشكلة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها. احنا وصلنا النهاردة الغابات زي في التقرير بتتحرق، وزي سيادتك ما أشارت بتتحرق وبتتشال بشكل كبير. في ناس بتقول انها بتتحرق يعني بفعل فاعل وليس لمجرد أن الطقس أو المناخ أصبح سيئا، يعني في وفي. ولكن بشكل عام انت النهاردة شلت من الغابات بالضبط مساحة تعادل مساحة بريطانيا. يعني متخيل دولة زي بريطانيا انت شلتها خلاص. ده كم الغابات عشان المشاهد يتخيل، شلتها كلها، وبالتالي اصبح عندك عجز في الوقت اللي انت كنت محتاج فيه انك تزرع زي الامم المتحدة ما قالت 50 تريليون شجرة من هنا لغاية عام 2030 في الثمان سنين دول. تمام، 50 تريليون شجرة اوزعهم على مستوى العالم. وابتدت الأحزمة الخضراء دلوقتي تظهر معانا في افريقيا، احنا عندنا اكبر حزام اخضر موجود ما بين شرق افريقيا وغربها موجود حاليا دلوقتي، وابتدى يظهر وهبلك ازاي من 5 سنوات ويؤتي اكله وبقى جميل جدا تحت قبل خط الاستواء في المناطق السبتروبيكال، واخد 7 دول وهبلك ازاي معدي بيهم. اروع ما يكون، واحنا عندنا في حزام اخضر مستهدف ان احنا نعمله على امتداد الساحل الشمالي لافريقيا، هياخد كل مصر وهياخد لغايه المغرب يمتد معانا. فاذا في تغيير في الديموغرافيه والجغرافيه والتوزيع، وهنبلك ازاي عشان نقدر نخلي الخضار يزيد والبلوعات تبدا تشتغل. واحنا بنتكلم مثلا على البحار والمحيطات، بحار المحيطات بتشيل اكتر من 36% من 35 ل 36% من الانبعاثات اللي موجوده. طيب هي دلوقتي اتشبعت. اتشبعت معناها ايه؟ معناها ان اي ثاني اكسيد الكربون زياده بينزل بيسبب حموضه للميه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ابتدت وهب بالك الكائنات اللي موجوده تموت، ابتدت عندنا مع ارتفاع درجات الحراره والحموضه الشعاب المرجانيه تموت، ابتدت الدنيا كلها والكائنات العايشه فيها تتغير. اذا انت افسدت بقصد او من غير قصد، وبالتالي هم النهارده على العالم المتقدم انه يدفع ثمن تلويثه للبيئه. وده الامم المتحده اقرت هذا المبدا وبقى في كيوتو، ورجعت في اتفاقيه باريس 2015 في الميثاق 4 اقرت هذا المبدا ان المتسبب في التلوث يدفع، وده اللي خلاهم ينشئوا الصندوق اللي اتكلموا عليه، صندوق المناخ الاخضر. طب خلينا واقعيين يا دكتور، يعني في ظل ازمه اقتصاديه خانقه للعالم كله،
هل تتوقع أن تلتزم الدول الكبرى والتي هي أفسدت البيئة بدفع هذه المخصصات لحماية البيئة وللابتعاد عن الوقود الأحفوري والعودة أو لتفعيل منظومة الوقود الأخضر؟ لغاية السنة اللي فاتت في جلاسكو كان صندوق كل اللي موجود فيه 80 مليار دولار. دول في خلال من 15 لغاية 21، احنا بنتكلم في حوالي 6 سنين. وده كان عجز كبير جدا وفشل، وهم اعترفوا بهذا الفشل. ليه؟ لان هو المخصصات بتاعته 100 مليار دولار سنوي، يعني في 6 سنين كان مفروض يكون فيه 600 مليار دولار، احنا وصلنا ل 80 مليار. كويس. اللي كان بيقود العملية دي كلها رئيس فرنسا ماكرون. انا بحمد ربنا ان هو نجح في الانتخابات، لان دي بالنسبه لي انا كاستاذ بيئه بقول الراجل متحمس جدا جدا جدا، وهو جون كيري وطبعا بايدن دلوقتي حاليا، لان هم يمشوا في اتجاه تمويل هذا الصندوق، وبالتالي وجود هيدعم الاتفاقيه بتاعه باريس، والصندوق هيرجع يتملى تاني، ودي هتبقى فرصه كويسه اما نتكلم على الاستراتيجيه الوطنيه المصريه. نقول هل لنا من مستحقات في هذا الصندوق؟ هنقول طب دي نقطة مهمة، لأن فعلا وزيرة البيئة وضعت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. أولا عايزين نعرف إيه هي الاستراتيجية دي وإيه هي المشروعات بتاعتها. ببساطة شديدة إحنا بنحط رؤية مصر من دلوقتي لغاية 2050. إحنا مطلوب نلزم الشعب المصري ونلزم مصر بأنشطة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية على شكل حزمة من المشروعات وحزمة من الطلبات اللي تحقق في الآخر هنا هو مفهوم ان احنا نوصل للحياد الكربوني. يعني ايه؟ يعني انا عايز ابني مصنع من هنا لغاية 2050، مفروض ان التكنولوجيا اللي هتحط في هذا المصنع لا تلوث البيئة رقم واحد، والانبعاثات بتاعتها تبقى صفر. هو ممكن الانبعاثات الكربونية بتاعتها تبقى صفر؟ ممكن لو كانت التكنولوجيا عالية جدا. طب مين هيديني التكنولوجيا النو هاو دي؟ مين هيدهاني؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه ونحطه عندنا هنا هو. اما اقول ان هذه الاستراتيجية في الشق الاساسي بتاعها جزئين اساسيين. الجزء الاولاني ازاي نعمل عملية تخفيض ميتيجيشن، عملية التخفيف من الانبعاثات بتاعتنا. تمام. فبنقول هتعمل ايه؟ هتطور في محطات الطاقة الكهربية على سبيل المثال تشتغل بالغاز الطبيعي. الرئيس قال ايه؟ قال ما فيش عربيات عاد 2030 هتشتغل فيك يا مصر الا بالغاز الطبيعي. يبقى اذا احنا استغنينا عن البنزين وعن السولار وعن القصص دي كلها الملوثة للبيئة واللي مطلعة انبعاثات كربونية عالية. وعشان كده السادة المشاهدين ينتبهوا ان انا قدامهم 8 سنين لعملية التحول دي بموجب الاستراتيجية وبموجب الوعود اللي موجودة فيها. ادي واحدة. التانية اللي انت بتتكلم عليها انا عايز طاقة جديدة ومتجددة. طيب ماشي، سيادة الرئيس قال، وانا هنا دايما بامسك بقول معالي رئيس الجمهورية لان هو ده اساس الخطة الاستراتيجية اللي موجودة. احنا حاليا دلوقتي 2022 عندنا 20% طاقة جديدة ومتجددة من طاقة شمسية وكهربية ومائية وخلافه. طيب انا عايز لغاية اوصل ل 42% لغاية 35. 35 يعني انا بتكلم عندي هنا هو ادي 8 سنين وخمسة 13 سنة. اضاعف الكلام ده. طب انا هضاعفه ازاي؟ فين الموارد المالية؟ محطة بنبان اللي احنا انشأناها اتكلفت 2 مليار دولار. خدناهم منحة ومطلوب ان احنا ناخد منح اخرى عشان نطلع اكتر من محطة زي محطة بنبان. انا عندي طب احنا بنعمل كده فعلا يا دكتور؟ يعني احنا قلنا للمجتمع الدولي احنا دلوقتي عايزين نتحول للوقود الاخضر بدلا عن الوقود الاحفوري، والمجتمع الدولي بدأ يعتمد لنا مخصصات، ولا احنا يعني هي المسألة مجرد مجهود شخصي يعني قد لا تسعفه الامكانيات؟ لا، اشهد للدولة في الحتة دي ان احنا عندنا سياسة وسياسة واضحة خلت مصر الهب في الطاقة. الهب يعني هي المركز الرئيسي للطاقة. انا هديك مثال صغير وهبقى ازاي عندنا هنا هو. يمكن السادة المشاهدين ما يعرفوش ان في مشروعات
لتخزين البترول الخام مثلا موجودة عندنا، تخليك تقدر في كل 3 ايام تخزن 30 مليون برميل. انت انتاجك مش 30 مليون برميل، ولكن هتاخدهم من دول الخليج وتخزنهم عندك، والمشروعات دي قائمه وخلصنا الدراسات بتاعتها والموافقات والقصص بتاعتها دي كلها، وتتوصل من البحر الاحمر من المواقع التخزين من خلال انابيب بترول لغايه سيدي كرير ولغايه اسكندريه وهبلك ازاي، وتتصدر لاوروبا. يعني ازمه الطاقه اللي موجوده في اوروبا في خلال 8 سنوات الجايين لغايه ما يستغنوا على الوقود الاحفوري، انت مصر عندها الحل والمفتاح السحري واشتغلت عليه من اكتر من 5 سنين. ادي بالنسبه للبترول على سبيل المثال، تحل مشكله العالم مثلا هنا هو الطاقه الشمسيه. المتوقع ان احنا نوصل ل 42% طاقه شمسيه. هو السؤال، هو انا النهارده محتاج طاقه كهربيه تاني بالتأكيد. انا لا، مش بالتاكيد، لسبب انا النهارده احتياجاتي في مصر اقل من ال 54 او ال 55 الف ميجا وات اللي موجوده. احنا قبل الثوره كنا وصلنا 13 الف ميجا وات، وبعدين ارتفعنا ل 20 الف. كان المستهدف بتاعنا نرجع لما كان قبل الثوره اللي هو 33. بسم الله ما شاء الله الدوله في خطى سريعه زودت لي حوالي 25 الف ميجا وات، يعني قد اللي كان موجود من الثورة من سنة 52 لغاية النهاردة. طيب هو أنا محتاجهم؟ أنا مش محتاجهم، أنا بصدر كهرباء. طب الطاقة الشمسية هو ده التحول الأخضر والتعافي الأخضر اللي الحكومة قالت عليهم على الرئيس قال عليه إن إحنا نتعافى ونتحول للأخضر، نتحول لمدن مستدامة خضراء. مع روعة أن محطات الكهرباء الموجودة حاليا تعمل بالغاز الطبيعي معظمها وليست بالسولار، وحتنتهي بعد كده في خلال الفترة اللي جاية العمل بيها كلها، يعني هيبقى الإحلال على طول بطاقة شمسية أو طاقة رياحة بشكل كامل. ودي بتخليك تبص بصة ان مصر سباقة عن اوروبا. اوروبا ما وقعت في المشكلة بتاعت الحرب الروسية الاوكرانية انكشفت لقت ان اكتر من 30% اعتمادها على البترول الروسي وعلى الفحم الروسي. الله، يعني انتم ما زلتم بتستخدموا الوقود الاحفوري والفحم اللي كنتوا في جلاسكو بتنادوا بانتهاء التعامل معاه ووصلتوا للتخفيف، ما زال موجود. يعني حسب الفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب بتلاقي زي ما فيها القطارات الاكسبريس الكهربائية السريعة، بتلاقي فيها القطارات اللي هي شغاله بالفحم زي اللي احنا بنشوفها عندنا في الافلام الابيض والاسود بتاعت زمان. بالظبط. فهنا اضطروا مع الحرب دي يعملوا ايه؟ المانيا اعلنت انها هتتوقف عن استيراد الغاز من كلية في خلال الثلاث اشهر الجايين، وفي نهايه العام هتتوقف عن استيراد الفحم. معنى كده هيبداوا يشغلوا المفاعلات النوويه اللي موجوده عندهم عشان يطلعوا طاقه جديده ومتجدده. يبتدوا هم، كانوا فرنسا وقفتها، المانيا وقفتها، ودول كتيره وقفتها في اوروبا، هيرجعوا ليها تاني. الوضع ده احنا عندنا كنا سباقين بالطاقه الشمسيه الامن، وعلى الرغم من كده هو مشروع الضبعة موجود وفي 6 مفاعلات هتشتغل هتديك الكم اللي يسمح لك بتصدير طاقة كهربية نظيفة. ودي اللي احنا بنتكلم عليها. فالعالم كله النهارده بيستثمر عندك، ما تنساش فيه استثمار اكبر، ايه هو؟ الامونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر. احنا دخلنا موضوع الهيدروجين الاخضر ده، تقول ان وصلت فعلا آلات إنتاج هذا الهيدروجين الأخضر إلى مصر. يعني بقول لك بص، الكلام ده كله محطوط في الخطة الاستراتيجية اللي سيادتك أشرت إليها. كويس. وبالتالي مهم إن مصر تبقى هب في الطاقة النظيفة. مركز، زي ما هي مركز للبترول زي ما شرحت من شوية، هي مركز للغاز الطبيعي اللي هيجي ويتسيل ويتبعت. يعني كل حوض البحر المتوسط هيشتغل وهيصب عندك انت في المنطقة بتاعتك في اسكندرية. كويس. عندي هنا هو، دي رائع جدا. زيها بالظبط هيبقى الطاقة الجديدة والمتجددة، زيها بالظبط الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. إذا انت ماشي في خطى جميلة جدا. اللي أنا بطلبه من الدولة ان يبقى التمويل اللي موجود تمويل اخضر.
يعني إيه؟ تمويل اخضر يعني ايه؟ يعني ما يبقاش قروض، يبقى منح. هذا رقم واحد كويس، عشان مهمة جدا، عشان يخفف اعباء على الدولة النهاردة وعلى اولادنا في المستقبل. ادي حاجة. الحاجة التانية ان كل التمويل اللي جاي يستغل في المشروعات الخضراء، وده زي ما محطوط في الخطة الاستراتيجية. مشروعات خضراء يعني ايه؟ اما اقول انا هعمل مستشفى، هو انت بتعتبر المستشفى من المشروعات الخضراء؟ بعتبرها من المشروعات الخضراء. ليه؟ لانها هتعين على تقديم خدمة صحية تساعد المواطن انه يتأقلم ويتكيف مع اي تأثيرات مستقبلية للتغيرات المناخية. يبقى انا محتاجها في مشروع التكيف، محتاجها كخدمة من الخدمات المطلوبة للتكيف. محتاج ان انا اشغل خطوط مترو تشتغل بالكهرباء، نقل جماعي بيشتغل بالطاقة الشمسية مثلا على سبيل المثال، إذا كان نقدر نعمله نقدر نعمله. محتاج إن أنا أتحول للترانسبورتيشن النهري، اللي هو الانتقالات بالأتوبيس النهري مثلا والشحن النهري. وإنسان هذا يقال إنه بيلوث الأنهار، يعني مدروس الكلام ده كله، يعني بيشتغل بالمازوت وكده. لا لا، مفيش بقى، إحنا هنتكلم بنتكلم دلوقتي على طاقة شمسية، يشتغل بطاقة شمسية. نقل نهري، نقل نهري يشتغل بطاقة شمسية. بالك ازاي؟ غير الموجود حاليا. انت النهارده في عندك في العالم في سفن موجودة في العالم النهارده بتشتغل بالطاقة الشمسية للشحنة، ابتدت تطلع وتلف العالم. وفي قطارات شغالة بالهيدروجين دلوقتي في فرنسا وفي ألمانيا. والهيدروجين اللي انت هتطلعه هتشغل بيه السيارات، وهتشغل بيه القطارات، وهتشغل بيه حاجات كتيرة جدا. إذا الرؤية واضحة بالنسبة لنا. الخطة الاستراتيجية في مضمونها للتغير المناخي بتشمل شقين زي ما بنقول، شق التخفيف والشق الثاني التكيف. ازاي اعمل مشروعات خضراء تعين المواطن على انه يتأقلم ويتحمل المشاكل اللي ممكن تطلع من تغيرات مناخية، على سبيل المثال عندي هنا هو على صحته، على اكل عيشه. يعني على سبيل المثال انت النهاردة لو ما عندكش مصادر دخل كافية، هتكون النتيجة ايه؟ لو ارتفعت درجة الحرارة معاك، انت محتاج تجيب مروحة، محتاج تجيب تكييف، والا زي ما كنت بشرح للزملاء بشكل عام، هنضطر نفتح الشبابيك بتاعتنا ونقعد كده، هو الجيران بص على بعضها وتسلم على بعضها، والمشاكل ما بين الزوج والزوجه دي تنتشر، وخصوصا لو كانوا لسه عرسان جداد ومواويل. طب ما نقفل بقى الشبابيك دي ونشغل التكييف والبتاع، فين فاتوره الكهرباء؟ يقال ان التكييف دي يعني بتلوث البيئه بغاز الفريون، يعني لا، ما هتغير الفريون دلوقتي، وهبالك ازاي لانواع صديقه للبيئه موجوده عندي هنا، هو والانفرتر بقى موفق للكهرباء وحاجات كتير. انا بدي مثال صغير يعني ايه بيكلف هنا هو. فانا محتاج ان انا ادعم الشباب، اوجد لهم فرص عمل، اوجد لهم مصادر للرزق. ما تنساش في حاجه تانية، نقطة مهمة جدا، ان التغيرات المناخية هتأثر على قطاعات كبيرة، منها قطاعات المياه، منها قطاعات الزراعة. الزراعة النهاردة اتأثرت عندنا بنسبة 17%. بعد الحرب الأوكرانية مع أوكرانيا وروسيا، الاستيراد بتاعنا للغلال للقمح كنا بنجيب احنا اكتر من 60% من عندهم. اصبحت المشكلة متفاقمة عندنا هنا هو. كانت النتيجة اللي موجودة عندك هنا هو ايه؟ ان اصبح في شح في الغذاء بسبب تغيرات مناخيه، في شح زاد بسبب الحروب اللي البشر تسببوا فيها. يعني هم تسببوا في حاجتين، تسببوا في انبعاثات غازيه ادت لظاهره الاحتباس الحراري، ومش بس اكتفوا بكده، وكمان الحروب الدائره. ربنا يستر وما يبقاش في استخدام للسلاح النووي، يعني هذا ما نتمناه. لكن يعني في نقطه خطيره يعني وتحدث عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لما قال ان في مدن مهدده بالغرق بسبب التغيرات المناخيه، وذكر من بينها مدينه الاسكندريه. ما مدى صحه هذا الكلام؟ ويعني نتفاداه ازاي؟ صحته هو 100% صحيحه. ليه؟ احنا عندنا مع ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان للسلوك. السلوك دي موجودة فين؟ موجودة في القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. كويس. السلوك دي ربنا خلقها على الجبال اللي موجودة فيها في القطبين عشان تعمل حالة الاتزان في الطقس.
يعني احنا بنقول ان الرياح مثلا عشان تتحرك وتمشي، الهواء عشان يتحرك على شكل ريح محتاج منطقه بارده ومنطقه ادفى، ويتحرك بفرق الضغط من العالي للواطي، فيبتدي يتنقل فياخد شويه البروده الجميله الموجوده فيها وينقلها من الشمال يخشها على خط الاستواء والعكس. وهبالك ازاي مع تيارات المياه الدافئه تاخد المياه الدافيه وتطلع بيها للقطب الشمالي وللقطب الجنوبي. طيب اذا عمليه الاتزان اللي ربنا خالقها في الطبيعه هنا اهو بسبب المسالك اللي موجوده ابتدت تتاثر. ازاي تتاثر؟ حراره دوبت المسالك الموجوده، التلج ابتدى ينزل على شكل ميه، المياه دي هتروح فين؟ هنا اهو كانت محبوسه في كتله التلج ساحت بالظبط زي ما يكون حته التلج محطوطه في كوبايه ودابت. هتزيد حجم المياه الموجوده في الكوبايه. اما هتزيد هتروح فين؟ على الاراضي المنخفضه. فين الاراضي المنخفضه؟ عندنا هنا اهو الدلتا. يعني المنطقه بتاعت الدلتا كل الاراضي بتاعتها منخفضه بما فيها اسكندريه كمان. طب يعني مفيش من سبل علميه لانقاذ الاسكندريه والدلتا المصريه من هذا المصير؟ في طبعا، هو ده اللي بيحصل. وده بيحصل ايه بقى يا دكتور؟ ما احنا عايزين نعرف غير المصدات اللي هي الاسمنتيه اللي احنا بنشوفها على الشط في اسكندريه. لا لا لا، ما هو ده 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 لنحر الشواطئ انتهى. ما هي الحمايه الميكانيكيه هي الطريقه الامثل اللي موجوده، ده رقم واحد. رقم اثنين انك تحط كثبان رمليه. رقم ثلاثه في بعض المناطق مش كل المناطق طبعا، انت مش تيجي. طب ما المايه هتجري في الكثبان الرمليه؟ لا انت 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 تلاحظ دلوقتي ان في اسكندريه في عمليه القاء بكم كبير جدا من الرمال، وبنحاول ان الشاطئ اللي تآكل، انت لو تتذكر اسكندريه شاطئ اسكندريه ده كان زمان الرمل كان كتير مع عمليه النحر ابتدى تآكل. احنا بنحاول دلوقتي نرجعه تاني، فبندفن كاننا بنرمي بتردم البحر يعني. بردم البحر واخد بالك ازاي؟ القصه دي حمايه وقتيه، خلي بالك القصه دي حمايه وقتيه ميكانيكيه اللي احنا بنتكلم عليها، سواء زرعت اشجار شورى، سواء حطيت في مناطق زي مرسى مطروح وخلافه اللي هي الكثبان الرمليه موارد عندك، سواء حطيت المصدات الحجريه اللي موجوده او الصخريه الاسمنتيه، كل ده بنقول وقتي. يمكن ايه اللي بيحصل؟ في ظاهره طبيعيه موجوده. هي ايه؟ زي الميه ما بترتفع يوميا يوميا في ارتفاع لمنسوب المية مقابل لي في انخفاض لمنسوب الارض. مقدر ان في خلال احنا بنتكلم على 2050 هتكون عندي حوالي 30 سنتي ما بين الارتفاع والانخفاض موجود. 30 سنتي دول يعني داخل على نص متر. المية دي كلها هتخش عليك. اما تخش عليك ممكن ما تغطيش غير الشواطئ بتاعت اسكندريه في الاول. كويس، احنا فاكرين زمان كان قبل السد العالي كان بيبقى فيه الفيضان، وكان تلاقي كورنيش النيل ده تلاقي الميه طالعه من النيل مغرقه الشارع يعني. وكانت بتدخل في بعض البيوت يعني على مداخل البيوت. هي هتبقى مماثله للقصه اللي احنا بنتكلم عليها دي هنا اهو، بس وليس غرق الاسكندريه كمدينه. لا، غرق الاسكندريه بنص متر، وهبقى لك ازاي الميه هترتفع وتخش معاك، لان نص متر ده ارتفاع كبير يخش معاك لكذا كيلو قدام. فاذا كل الصفوف الاولانيه اللي موجوده دي معرضه انها تتشال، وهبقى لك اللي ساكنين على الكورنيش يعني اللي واخد يعني ده بيعتبر ميزه كبيره انك تسكن على الكورنيش وبتدفع فيه ما شاء الله يعني. كان كان مع التغيرات المناخيه اصبح عيب مش ميزه، وهبقى لك مهدد هنا. فدي دي دلوقتي اصبحت من العيوب اللي موجوده. الحاجه الاهم من ده ومن ده ان المياه الجوفيه ابتدت تتملح بسبب ارتفاع منسوب سطح المياه. انت عارف نظام الاواني المستطرقه، وهبالك تحط هنا مياه، وهبالك ازاي في الانبوب لازم تلقائي يظبط يروح الناحيه الثانيه، وهبالك ازاي هنا اهو. فانت سطح البحر ابتدى يرتفع معاك المياه اللي فيه، وضع طبيعي ان المياه الجوفيه وهبالك هتضغط على خزان المياه اللي موجود عشان ترتفع، بس بترتفع بايه؟ بميه مالحه. هتلاقي الارض اللي موجوده في الدلتا اتملحت، وهي فعلا ابتدت تظهر اعراض التملح اللي موجوده فيها. هتكون النتيجه ايه زي ما احنا شايفين؟ بس كان في يعني دايما الفلاحين نسمعهم بيقولوا ان احنا كنا بنضطر لزراعه الرز لغسل الارض الزراعيه من الاملاح، وانها تبقى صالحه لزراعه محاصيل بعد ما نجني الرز. مدى صحه هذا الكلام او خطا ايه؟ صح. انا محتاج
اجيب ميه عذبه اغسل بيها الارض. النهارده مع ان زراعه الرز تقريبا لا ده بقت محدوده المساحه اتشالت عشان ازمه المياه. ازمه المياه والقصص دي كلها، فنسبه التملح بتاعت التربه هتزيد. هتزيد مفيش فصال. بس في نقطه اللي يمكن السادة المشاهدين برضك هنحط المعلومة دي قدامهم، هي ايه؟ النحلة العلمية. اتفضل. كويسة. المية الرز اما الشتلات بتاعته بتبقى موجودة لازم تبقى مغمورة على الأقل مدة مش أقل من أسبوعين لثلاثة بالمية. الغمر الأولاني اللي موجود ده بيعمل نوع من أنواع التحلل البكتيري فبيطلع غاز الميثان. فكان من ضمن الاتفاقية بتاعت كيوتو يا جماعة بما فيهم مصر قللوا الانبعاثات من غاز الميثان لان حدته 3 ضعف حدة ثاني اكسيد الكربون. طب نقللها ازاي؟ قللوا المساحات بتاعت زراعة الرز عندنا وفي العالم كله. فاذا دي من ضمن اليات التخفيف اللي كان لازم نلجأ اليها وتتحسب لنا، بس اثرت على الانتاج بتاعنا. طبعا كويس. مصر كانت بتصدر الرز معروف، وبالتالي مين هيدفع الكلفه دي؟ صندوق التكيف وصندوق المناخ الاخضر لازم يعوضنا. ده هيحصل ولا دي مجرد اماني يا دكتور؟ دي طلبات. انا عملت لك واحد، ما انا ممكن اطلب منك وممكن حضرتك تعمل نفسك مش سامع يعني. النيجوشيشن بقى هنا التفاوض. هنا التفاوض. الحكومه لازم يكون عندها وفد تفاوض ممتاز. الكلام ده كله هيبقى في شرم الشيخ موجود. كل الدول 197 دولة هتقدم الالتزامات الوطنية بتاعتها في شرم الشيخ وهتحطها. طيب كويس. يعني وبالتالي كل دولة هيبقى ليها وعليها من هذا الصندوق. طيب ماذا عن اللي بيتقال ان دولة كبرى وتحديدا ذكر انها الولايات المتحدة الامريكية تقوم برش غاز الكيمتريل في الدول اللي هي ما بتعتبرهاش دول حليفة ليها؟ حتى قيل ان روسيا نفسها رشوا فيها الكيمتريل، بس روسيا متقدمة وطلعوا طيارات رشت حاجات فقضت على غاز الكيمتريل والاثار بتاعته. بص هي ما مدى صحة هذا الكلام علميا؟ وان كان صحيح تأثيره على البيئة هيبقى ايه؟ الكيمتريل احنا بنعمل ايه؟ هي دي تجارب اتعملت عشان ذرات الالومنيوم تترش. كويسة. فتعمل سطحة لامع عاكس لضوء الشمس والحرارة، فتعكس الحرارة عن سطح الأرض. كويسة. وكان كلام كتير اتقال، يعني احنا مش بنتكلم عليه من النهاردة، بنتكلم عليه من اكتر من 15 سنة والتجارب دي موجودة. وليه دول العالم ساكتة على كده؟ ما هو يعني هي في دول ليها مصالح مع الولايات المتحدة وفي دول خايفة، بس في دول ما بتخافش يعني. هي الفكرة ايه؟ الفكرة هل بطريقة ان احنا نعالج ظاهرة الاحتباس الحراري بالكيموتريل ممكن؟ واردة. واردة، بس ليها وعليها. كل حاجة ليها ماذا لها وماذا عليها يا دكتور؟ ليها انها ممكن تقلل وهم بالك ازاي من الانبعاثات الموجودة، عليها ان تساقط وهم بالك ازاي الذرات بتاعة الالومنيوم وخلافه ممكن تعمل له نوع من انواع التلوث اللي موجود في البيئة بشكل محدود وهم بالك. وبالتالي لو كانت دي بتتعمل في اتجاه القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي اكتر، لان دي المناطق وهم بالك ايسلاند المناطق المفتوحه عند البحر المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي والجنوبي، دي مناطق مفتوحه ما فيهاش سكان، وبالتالي اقدر وسطوع الشمس هناك ما بيبقاش كبير وهم بالك ازاي. فانا هنا اهو الطاقه الحراريه اقدر اعكسها بشكل كبير. ماشي. لكن زي ما بقول لك انا التجارب الاولانيه يقال انها اتعملت في عدة دول بما فيها الشرق الاوسط. وكان في صور، احنا شفنا هذه الصور وهم بالك، بس ما نقدرش نتيقن من مدى صحة الشريط اللي كان وراء الطيارات وخصوصا الطيارات النفاثة اللي كانت ماشية من صدقه، يعني ان كان صادق ولا لا وهم بالك ازاي. ولكن بشكل كبير احنا بنقول هي ظاهرة موجودة استعملوها مش بس الامريكان. طب لماذا صمت العالم تجاه هذه الظاهرة سواء الامريكان او غير الامريكان؟ يعني حتى ليه ما سمعناش صوت من الدول القوية اللي هي مش خايفة من امريكا ان يا جماعة انتوا ليه بتعملوا فينا كده؟
لا مش بتعملوا فينا كده زي ما بنقول، دي كانت تجارب بتتعمل واخد بالك عشان نقدر نشوف. طب هو من حقنا تستبيح المجال الجوي وتعمل تجارب بموافقه الدول؟ او تجارب بموافقه الدول يعني في دول وافقت على هذا يعني؟ اكيد. اه اكيد طياره مش هتمشي وتخش في المجال بتاعك الا اذا كنت انت سامح لها بانها تخش، واخد بالك ازاي؟ ف في سبيل العلم حتى مع دوله زي روسيا يعني الدول الصغيره مغلوبه على امرها، وفي دول ليها مصالح مع الولايات المتحده وبتخاف تتكلم. على فكره روسيا نفسها نفس التكنيك ممكن فكرت انها تستخدمه. انت النهارده بتكتشف ان الروس عندهم من الاسلحه اللي لا تخطر على بال وتطلع لاول مره، واقوى من السلاح الامريكي بكثير ده حقيقي. فانت ما تعرفش من القيامه وفي الكسندر انت ما تعرفش النهارده وبالك كل واحد بخبي ايه للتاني. وبالك فهي هنا هو زي ما بنقول انا اقاوم ظاهرة الاحتباس الحراري ازاي؟ واحدة من الاثنين زي ما بنقول نخفف. طب انت لو وصلت النهاردة ان درجة الحرارة بتاعتك وصلت لاثنين يعني بقيت بدل 15 17 درجة، هيحصل ايه بقى يا دكتور؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ان نصف الكائنات الموجودة على الارض لن تستقيم لها، نباتات وحيوانات وكل الريسورسز الموجودة هتنتهي، وبالتالي الانسان اللي بيعتمد على كل الموارد دي مش هيقدر يعتمد عليها. انت النهارده على فكره اما بنيجي نحسبها كده حسبه صغيره بنقول ان البشر اللي حوالي 8 مليار نسمه النهارده موجودين، احنا قربنا على 8 مليار على فكره، 8 مليار دول محتاجين 3 ارض عشان تقدر تكفيهم، 3 ارض عشان تقدر تكفيهم ماشي؟ طيب لو درجة الحرارة زادت كمان معانا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي انها محتاجة 4 أو 5 ارض عشان تكفيهم، معناها المجاعات هتنتشر، معناها الصراعات هتزيد، شح المياه والموارد دي هتبقى عليها صراعات وقتال كبير. انت النهاردة مش هتقدر تحكم العالم، يعني درجتين دي معناها ان العالم زي ما بيقول هياكل بعضه قولا واحدا. طب سيد حضرتك معنا دكتورة غادة أحمدين مدير برامج جمعية المكتب العربي للشباب. دكتورة أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. طيب يعني بالنسبة للبيئة قضية الوعي البيئي هي قضية مهمة جدا، نسبة الوعي البيئي في مصر التي وصلنا إليها تبلغ كام في المية؟ والله احنا اكيد تقريبا يعني خلال السنوات القليله الماضيه اعتقد ان احنا وصلنا لنسبه احسن بكتير جدا من قبل كده، فاعتقد ان احنا وصلنا لنسبه 60 او 70% يعني. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يمكن دايما بالنسبه للشارع المصري او المواطن البسيط او المزارع او الصياد او الناس المتاثره بشكل كبير، لما نيجي نكلمهم على مصطلحات زي تغير المناخ احنا طبعا يعني ممكن يحسوا ان دي حاجات بعيد عنهم او مصطلحات معقدة او مصطلحات تخص الحكومات ولا تخصهم. لكن خلال السنوات القليلة الماضية اعتقد ان احنا دلوقتي شهدنا الكثير من الاحداث الجامحة و بعض المناطق وزيادة كمية الأمطار، فالناس ابتدى يبقى عندها وعي كبير انه الموضوع التغيرات المناخية بيمسهم بشكل كبير، حتى لو كانت مصر مش بتساهم في قضية التغيرات المناخية من حيث الانبعاثات بنسب كبيرة، لكن اكيد ان احنا متأثرين بنسب كبيرة جدا وخصوصا محافظات الدلتا. طيب يا دكتورة ماذا عن استعدادات منظمات المجتمع المدني لمؤتمر شرم الشيخ كوب 27؟ تمام حضرتك، بالنسبة لمؤتمر الأطراف معروف ان هو مسار تفاوضي حكومي، لكن اكيد ان منظمات المجتمع المدني لها دور كبير جدا في مساندة حكومتها وفي رفع الوعي، فاحنا يعني بنقود حاليا مبادرة أطلقنا عليها مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ 27، هدفها من خلال منظمات المجتمع المدني اللي موجودة في كل محافظات مصر هي حشد الجهود ورفع الوعي المجتمعي فيما يخص قضايا تغير المناخ. ده بعد من الأبعاد، لكن أحد المكونات الأخرى للمبادرة هي
يعني بناء قدرات منظمات المجتمع المدني النشيطة لتكون قادرة على يعني تمثيل المجتمع المدني المصري خلال المؤتمر. فإحنا حاليا بدأنا هذه التحضيرات وهذه الاستعدادات من خلال منصات محلية، تكوين منصات محلية في المحافظات المصرية المختلفة، وهذه المنصات تضم ممثلي الجهات المعنية سواء الزراعة أو الري أو الشباب أو البيئة مع منظمات المجتمع المدني ليتم حوار محلي على مستوى كل محافظة لمناقشة التحديات الخاصة بتغير المناخ، وفي نفس الوقت تنفيذ أنشطة توعوية بتستهدف الشباب والمرأة والأطفال وجميع الفئات. التوعية بالفعل يا دكتورة يعني هي أهم يعني طبعا شيء في قضية طبعا التغيرات المناخية. أنا بشكر حضرتك شكر جزيل الدكتورة غادة أحمدين مدير برامج جمعية المكتب العربي للشباب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. برجع لحضرتك يا دكتور، يعني وسؤال أرجو أن تكون إجابته في عجالة إلى حد ما. يعني يقال أن قضية المناخ والوقود الأخضر والحفاظ على البيئة هي تعتبرها بعض الدول أنها عدو للتنمية وتحقيق المكاسب التنموية، ما مدى صحة هذا الكلام من خطأه؟ لا خطأ، لأن التنمية المستدامة تعني أن في تنمية مستدامة على امتداد الزمن، وفي نفس الوقت بتحافظ على معدلات رفاهية كافية لكل المواطنين اللي موجودين. وبالتالي حتى احنا بنقول تنمية مستدامة، ما هو تنمية خضراء، مدن خضراء، تنمية مستدامة، كل دي مرادفات واحدة تساوي بعضها. فإذا كنت بتكلم على الاستدامة يبقى كل حاجة هنا هو معمول حسابها بشكل جيد جدا، ما منفصلش فيها. أنا بس أعلق على الدكتورة هلا، أنا بشكرها طبعا غادة، الدكتورة غادة ليهم جهد مشكور، ويمكن إحنا كاتحاد نوعي للجمعيات العاملة في ميدان حماية البيئة بردك بنوعدهم إن في مشاركة. إحنا ابتدينا بالفعل كمنظمات مجتمع مدني على مستوى محافظات وعلى مستوى الاتحادات النوعية وعلى مستوى الاتحاد العام ومع البرلمانيين في مجلس النواب، وتم عقد لقاءات كبيرة لإخراج هذا المؤتمر بشكل مشرف يتعلق بصورة منظمات المجتمع المدني وصوت منظمات المجتمع المدني، وخاصة ان هذا العام هو عام منظمات المجتمع المدني كما اعلنه رئيس الجمهورية. حقيقة انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار الثري اللي انا شخصيا كنت مستمتع به جدا. بشكر الاستاذ الدكتور وحيد امام استاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، نورتنا يا فندم. أهلا بك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك، وكل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا في كل مكان، نلقاكم دائما على خير إن شاء الله، في أمان الله.